تطلع من السمع ليهم ونواجههم في الاستشاره القانونيه وفي حل المشاكل القانونيه ديالهم. كذلك قدرنا على اننا ناسسوا شبكه جمعويه مهمه في مدينه المحمديه، واللي عبرها اليوم تم التكريم ديالنا في شخص جمعيه الناشئه. كذلك قدرنا على اننا نربطوا شراكات مع المحكمه في مدينه المحمديه، وبالتالي كيكون ذاك الحبل ديال التواصل على من اجل حل المشاكل القانونيه للنساء. إذا السي محمد علاش كان أمين لجمعية الناشئة هو أمين لجمعية الأولاد البيضاء. شكرا بزاف. شكرا بزاف. وتحت الثقة ديالكم الجمهور الكريم نشكركم ونطلب منكم نشكركم فعليا حقيقة نبيلة جلال فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بالمحمدية. يعني أولا بغيو نعرفوا الشعور ديالك بهذا التكريم. طبعا الحال الشعور ديالي هو الفرح، لأن باش تفكر فيك جمعية اللي هي إمكانياتها قليلة وتفكر أنها تكرم جمعية نسائية بمدينة المحمدية، هو ديجا واحد زعما واحد التقدير وواحد الاحترام اللي كبير بزاف، اللي زعما كيبين العلاقة ما بين الجمعيات أولا على مستوى المحمدية، وكذلك الاعتراف بالعمل ديال الجمعية النسائية على صعيد المحمدية. من خلال الكلمة ديالك سمعنا واحد نقدر نقولوا بمصطلح جديد هو مركز الاستماع للعديد، يعني كنظن أنهم ما عارفينه، واش تكلم لنا شوية يعني. مركز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف اللي هو التابع لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، اللي تقريبا تأسس منذ سنة 2005، واللي هو كيخدم على استقبال استماع أولا استقبال نساء ضحايا العنف، وكذلك الاستماع لهم والمواكبة ديالهم القانونية والنفسية أيضا إلى حين أنهم ياخذوا الحق ديالهم. واللي استطاع هذا المركز يعني في غضوض هذه السنوات القليلة أنه يأسس واحد الشبكة ديال العلاقات على مستوى المحمدية عبر الخلية ديال مناهضة العنف ضد النساء على صعيد المحكمة الابتدائية ديال المحمدية، كذلك الخلية ديال مناهضة العنف ضد النساء على صعيد المستشفى الإقليمي بالمحمدية، ثم الخلية ديال مناهضة العنف ضد النساء على مستوى الشرطة القضائية بالمحمدية، واللي كذلك في هذا الإطار تم تأسيس واحد اللجنة إقليمية لمناهضة العنف ضد النساء اللي كترأسها سيد وكيل الملك على صعيد المحكمة الابتدائية، واللي كتضم هذه الفعاليات كاملة إلى جانب فعاليات أخرى ديال المجتمع المدني، جمعيات نسائية، جمعيات تنموية، أيضا ممثلين عن العمالة، وكذلك عن وزارة الشبيبة والرياضة. يعني كلمتين مفتوحتين، الأولى للمرأة والثانية للرجل. كل عيد وأنتن بخير، كل عيد وأنتن تناضلن من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات، كل عيد و8 مارس هو محطة لتقييم نضالاتنا كنساء، وكل عيد ونحن سنناضل من أن نفك العزلة والحصار على المطالب ديالنا كنساء، كل عيد ونحن نناضل من أجل إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. عافية صاعدة. أكيد متوج اليوم في هذا اليوم ديال التكريم، وأكيد تيبان لكم العمل والناس اللي مساندينا وواقفين بجنبنا، وأكيد حقق إشعاع كبير على المستوى القانوني، على المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف، الاشتغال مع النساء في إطار دروس ديال تعليم الكبار. وتنشكروا في النهاية، تنشكروا الجمعية على هذه المبادرة، وتنشكروا الحضور كذلك على المساندة ديالهم، الأصدقاء والجمعيات الصديقة، وشكرا. في نفس الإطار بطبيعة الحال بعجالة باختصار بطبيعة الحال نشكركم ونشكركن، كما نشكر الجمعية اللي فكرت أنها تفكر أنها تكرم جمعية نسائية في اليوم العالمي للنساء، واللي كتكرم من خلالهم جميع النساء المغربيات وخصوصا نساء مدينة المحمدية. سئلنا عما أنجزناه، عما حققناه في المدينة، بطبيعة الحال احنا جمعية وبإمكانياتنا القليلة جدا على الأقل قدرنا أننا نساهموا، أو لأننا يعني المركز
ديال الاستماع والارشاد القانوني بكل مفتوح، واستقبلنا الحدود الساعة أكثر من 674 امرأة دابا لمدة 5 سنوات، أكثر من 694 امرأة على صعيد مدينة المحمدية. قدرنا أننا نستمعوا ليهم ونواكبوهم في الاستشارة القانونية وفي حل المشاكل القانونية ديالهم. كذلك قدرنا على أننا نأسسوا شبكة جمعوية مهمة في مدينة المحمدية، واللي عبرها اليوم تم التكريم ديالنا في شخص جمعية الناشئة. كذلك قدرنا على أننا نربطوا شراكات مع المحكمة في مدينة المحمدية، وبالتالي كيكون ذاك الحبل ديال التواصل على من أجل حل المشاكل القانونية للنساء. كذلك قدرنا على أننا نربطوا حبل الاتصال مع حالية مناهضة العنف ضد النساء بالمستشفى الإقليمي بالمحمدية، كذلك خلية مناهضة العنف ضد النساء بالشرطة القضائية ديال المحمدية. وبالتالي ولات عندنا واحد الدائرة اللي كتمر منها المرأة المعنفة كلها، دازت من مجموعة من التكاوين حول مناهضة العنف ضد النساء. وكذلك ساهمنا كجمعيات نسائية على صعيد المغرب أن على الأقل العنف ضد النساء ما يبقاش واحد الطابو مسكوت عليه، واللي انت كتلقى الصغير والكبير كيهضر على العنف، وهذا بالنسبه لنا انجاز، وخا لم نحقق في مناهضته الا القليل جدا، على الاقل اننا نخرجوه من الخانه المسكوت عنه الى الحوار المجتمعي. هذا بالنسبه لنا انجاز كبير في ظل انتظار فك العزله الحكوميه على المطالب ديالنا، في انتظار كسر الجمود على المطالب ديالنا كجمعيات نسائيه من أجل استرجاع عجلة المطالبة بالحقوق. كذلك نطالب بتنزيل دستور وتفعيل الدستور المغربي في الشق ديالو اللي مرتبط بحقوق النساء، واللي من بينها سن قوانين تجري التمييز، الملائمة للقوانين الآن مع الدستور الجديد، وكذلك التعثر اللي كيعرفوا الآن القانون ديال العنف في الدواليب ديال الحكومه يتفك عليه الحصار. وبطبيعه الحال مطلبنا الاساسي واللي كنا وقفنا عليه جميع وقفات معانا الجمعيه قدام البرلمان وقدام المحاكم، اللي هو قانون اطار لمناهضه العنف ضد النساء. لا يمكن ان نستأصل العنف من المتجذر واللي مرتبط اساسا بالعقليه المغربيه، اللي ما كانش عندنا قانون عرضاني اللي فيه الشق الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليم الى ما ذلك. ما يمكنش نغير فصل واحد في القانون ونقول انا غنغير العنف. العنف هو متجذر وعرضاني، وبالتالي التغيير دياله يجب ان يكون عرضاني. مطلبنا الاساسي هو قانون الاطار، واللي كنتمناو فعلا اننا نتكتلوا جميعا من اجل اننا نخرجوه من ديال الجمهور.